ده تقرير بسيط من عندنا بس كده لنجمنا الكابتن مختار. مين اللي قال ان مختار يروح النادي الاهلي؟ الله يرحمه الكابتن الجوهري. كابتن جوهري. كنت بلعب قصاده كان هو ماسك فرقه كان مسمينها النجوم في النادي الاهلي. ايوه. وانا كنت بلعب في اسكو، وانا كنت يعني الحمد لله يعني كنت عندي مهاره وكنت في حاله كويسه جدا، فكنت بلعب قصاده، فكنت باخد الفرقه ببساطه والامور كانت يعني كنت ببقى مميز عليهم، فبالتالي الكابتن جوهري شافني في الكلام ده. كابتن جوهري عينه ما شاء الله، كان حاجه الله يرحمه ويحسن كان حاجه تفرح بصراحه. فهو وطبعا هو كان له تاثير كبير جدا حتى في مشواري بالنسبه للنادي الاهلي. مين من النجوم اللي كان بيلعب معاك في اسكو كنت متخيل ان دول هينزلوا ويكسروا اي حد في انديه كبيره؟ يعني ما شاء الله، هو الفطله اللي انا لعبت فيها في اسكو كانت متميزه. كان طبعا يمكن اساسها كان في احمد ابو رحاب، كان اشهر واحد في المجموعه بتاعتنا، وكان لعيب متميز بشكل كبير جدا. دخل معانا طبعا حمدي نوح. حمدي نوح ما شاء الله، يا سلام، من اللعيبه اللي يعني اكيد انه ادى اداء هايل جدا جدا. لكن انا كنت متخيل ان هو لو كان جه النادي الاهلي كان ممكن يبقى اسمه قد كده بكثير يعني. ياسر المحمدي ما شاء الله، عطيه شحاته الله يرحمه، السويسي، يعني كان طلحه الله يرحمه، محمد عمر. لا كان في ما شاء الله كان مجموعه لعيبه جدا جدا جدا. دي نجوم اسكو، دي اسكو. ما شاء الله. كلهم نجوم. ما شاء الله كلهم نجوم. رضا نجم كبير قوي. ما شاء الله. احمد ابو الحاب. عوض. بس حمدي نوح موجود في الصوره لا دي؟ لا ما اظنش حمدي نوح مش موجود. طلحه موجود فيها. سميل سلامه كان كابتن الفرقه. ما شاء الله. رضا كان من اللعيبه. رضا هاشم ما شاء الله. كلهم لعيبه هايلين جدا 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 ما شاء الله، وكلهم كانوا ناس متميزين. ولو في ناس فيهم طبعا مشت وراحت انديه، بس كمان في ناس لو كانت راحت كانت ممكن تبقى ليها اسم كبير قوي يعني. هل ممكن نشوف اسكو مره ثانيه على الساحه دي ولا هيبقى صعب مع الظروف اللي احنا فيها دي؟ لا خلاص، اسكو ما بقاش له خلاص. اي دور. الكره بقت امكانيات والكره بقت امكانيات، والامكانيات عندهم بقت صعبه خالص يعني.